أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم المكاء والتصدية من أجل التشجيع وغيره؟ لا يجوز هذا، هذا فعل المشركين، هذا فعل المشركين، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار والمشركين. وأيضا التصفيق فيه تشبه بالنساء، لأن التصفيق إنما هو للنساء، والرجل لا يتشبه بالمرأة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم.